بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. احنا في علاقة بيننا وبين ربنا، علاقة وطيدة جدا جدا بيننا وبين ربنا في المجتمع المصري، والعلاقة دي مش هي علاقة الرزق بس، في علاقة كده وهي علاقة ان ربنا سبحانه وتعالى مدبر لنا حياتنا، فبنفضل دايما متصلين بالله سبحانه وتعالى. صحيح الرزق في قلب هذه العلاقة، بس احنا مش بنحب الرزق عشان الرقم ولا عشان العدد، لكن بنحب الرزق عشان الأمان اللي بيبقى في الرزق، عشان المحبة اللي بتبقى في الرزق، عشان الجمال اللي بيبقى في الرزق. وعشان كده لازم نتعامل مع الرزق بهدوء، مش نتعامل مع الرزق بخوف ورعب وجري. وعشان كده كانت الحكمة المصرية اللي بتقول اجري يا ابن آدم جري الوحوش غير رزقك لم تحوش. تعالوا نشوف أهلنا وناسنا بيقولوا إيه على المعنى اللي بيزيد الإنسان تؤدة وحكمة وهو بيسير في حياته. اجري يا بني آدم لن تحوش، هو ده حقيقة، لأن في الأول وفي الآخر الرزق مقدر للبني آدم من قبل ما يتولد، من أول ما تنفخ فيه الروح في بطن أمه. فأنت هتجري هتاخد بالأسباب، رزقك هيجيلك لحد عندك مهما حصل. برضه هو ربنا اللي كاتب رزقه، لو رزقك ده فين برضه ربنا كاتبه لك. عامة هو كده كده مهما الواحد جري مهما عمل هو ملوش غير رزقه. الرزق والموت دول حاجتين لو البني آدم فين هيجري وراه. ربنا مقدر لكل واحد حاجة معينة، فمهما حصل ومش عارف يغير القدر ده، وكل واحد رزقه هيجيله زي ما ربنا كتبه. فعلا هو يعني مهما البني آدم يعمل معامل عليه خلاص، يعني رزقه مكتوب عند ربنا، يعني فمش فارقة مهما هيعمل البني آدم، بس يعمل اللي عليه وخلاص قدام، يعني قدام نفسه قدام ضميره بس. هو المثل ده يدل على إرادة ربنا سبحانه وتعالى، إن مهما تعمل ومهما تجري ومهما تروح ومهما تيجي هو اللي ربنا عاوزه بس اللي يكون. مهما البني آدم عمل ما هو في نفسه أو اللي هو عايز يعمله، اللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. كل واحد فعلاً ليه رزقه مقدر من عند الله، لا بتعتمد على جري ولا على أي يعني شطارة منك. اجري يا ابني آدم جري الوحوش غير رزقك لن تحوش. لا دي حقيقة، يعني مهما عملت ومهما جريت ومهما سعيت برضك ربنا سبحانه وتعالى رزقك مكتوب لك، رزقك اللي هتاخده ده حاجة معروفة، اللي هي موضوع الرزق ده يبقى ربنا كاتب لك رزقك مهما جريت ومهما عملت، رزقك موجود ومكتوب لك رزقك. طبعا هو مثل كويس، يعني في نوع كبير من الإيمان بأن رزق ربنا اللي كاتبه لك هتاخده في أي مكان يعني، بس طبعا واجب علينا السعي وان احنا الانسان يسعى ويتحرك. يعني هو الواحد مهما يمشي في الدنيا مش هياخد غير نصيبه ورزقه اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه له، رزقكم في السماء وما توعدون. الانسان ده مش هياخد غير رزقه، ورزق الانسان هو اللي بيدور عليه. يعني الانسان مخلوق مكتوب له عمره قد ايه ومكتوب له رزقه قد ايه، بس مطلوب مننا السعي، الانسان يسعى على لقمة عيشه، مش اللي انا هقعد في بيتي وهيجي لي رزقي. مهما تعمل اللي مكتوب لك هو ده اللي هتحصل عليه، هتشتغل زي ما في الرزق اللي هيجي لك ده بتاع ربنا، مهما تعمل هو اللي هيجي لك، مش ولا هيزيد قرش ولا هينقص قرش.